بتنجح الأجهزة الأمنية السعودية بإحباط عمليات إرهابية ضد المملكة، بينما بتحقق عمليات أخرى بعد أهدافها التخريبية. كان القبض على شبكة من منظري ومعتنقي الفكر الضال والداعمين لأنشطتها الإجرامية وضبط أسلحة وذخيرة ودوائر إلكترونية عملوا على تطويرها لاستخدامها للتفجير عن بعد، بما في ذلك 50 رشاشا مع ذخائرها قاموا بإخفائها خلف جدار من الخرسانة داخل أحد المنازل بمدينة الرياض. تتبلغ المملكة من أحدى الجهات تفاصيل عملية تغييرية بغاية الخطورة. جاءت إرادة الله والله في ذلك ولله في ذلك حكمة أن تفكر فئة متهورة في فكرها منحرفة في عقيدتها خارجة عن نظام بلادها في أن تدنس أرض بلادنا الغالية المملكة العربية السعودية. بداية تحول بتأس المملكة وانقلاب بدرجات الحرارة. ارتفع عدد المتوفين جراء السيول التي تعرضت لها جدة إلى 98 حالة، وتواصل فرق الدفاع المدني عمليات البحث عن الضحايا. هذا وطلبت السلطات السعودية من سكان حي السامر إخلاء منازلهم بعدما أمنت لهم السكن في شقق وفنادق، وذلك خوفا من انهيار بحيرة المسك بفعل ارتفاع منسوب المياه. تحديث وإصدار قوانين بترتاح للأجيال الشبابية الطالعة وبتشكل انفتاح كبير من أهل الحكم على الشعب. أدخل العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز تعديلات وزارية وقضائية واقتصادية وعسكرية للمرة الأولى منذ توليه مقاليد الحكم العام 2005، وشهد التعديل دخول أول امرأة للحكومة في منصب نائب وزير التربية. الرئيس عباسي بيتعرض لإهانة شخصية ورح منشوفه بموقف حرج. ليعلم كل الخونة من كان أو على درب الخيانة أن مصيره الحداء. عمليات انتقامية بتطال شخصيات على الأراضي المصرية. أوقفت الشرطة المصرية 3 مشتبهين في اعتداء القاهرة الذي أدى الأحد إلى مقتل شابة فرنسية وجرح 25 سائحا آخر. السلك الدبلوماسي في الأردن بيعيش لحظات دقيقة. فيما لقي تصريح الحكومة الأردنية بإعادة النظر في العلاقة مع إسرائيل ترحيبا لدى كافة أوساط الشارع الأردني، والذي لطالما طالب الحكومة بإغلاق السفارة الإسرائيلية وطرد السفير من عمان. ملكة الأردن في ظهور مختلف. أقف هنا مع ممثلين عن العائلة الأممية لنشرككم حول الكارثة الإنسانية في غزة. كارثة إنسانية لا تحدث في غزة فقط، الكارثة حدثت في إنسانيتنا جميعا. نيلسون مانديلا قال: حريتنا منقوصة بدون حرية الفلسطينيين. واليوم أقول لكم إنسانيتنا منقوصة دونهم. عم بسمع أصوات من مسيحيي العراق عم تطلب النجدة. قتل شاب مسيحي برصاص مسلحين مجهولين في الموصل الكبرى مدن محافظة نينوى شمال بغداد. ومساء اليوم أعلن مصدر أمني عراقي أن مسلحين مجهولين قتلوا مواطنا مسيحيا ثانيا في حي التحرير شرقي الموصل. سلسلة من الهجمات بالقنابل استهدفت 5 كنائس في أنحاء بغداد يوم الأحد وأسفرت عن مقتل وجرح العشرات. إلقاء القبض على شبكة تجسس بقلب إيران. كلينتون وعقب لقائها نظيرها الألماني أعلنت أن إيران لا تملك أدلة لاتهام الأمريكيين 3 بالتجسس، وأكدت أن واشنطن ستواصل سعيها من أجل هؤلاء المعتقلين 3 من خلال القنوات السويسرية التي تمثل مصالح الولايات المتحدة في طهران. محاولات إخلال بالأمن الداخلي وانقسام بالشارع الإيراني. وفي اليوم 8 على اندلاع الشارع في إيران أعلنت قوات الأمن اعتقال 5 أشخاص من أقرباء الرئيس الأسبق هاشمي رفسنجاني، من بينهم ابنته الكبرى بتهمة التورط في أعمال العنف. عمليات بلف الغموض في مواقع إيرانية حساسة. الحدث الأكثر رمزية بعد مرور أسبوع على اندلاع الأزمة الإيرانية تمثل في تفجير انتحاري قرب ضريح مؤسس الجمهورية الإسلامية في إيران آية الله الخميني. كسر القبضة الإيرانية بمحاولة اغتيال شخصية. استيقظت مدينة سيستان بولشستان الواقعة جنوب شرق إيران والقريبة من الحدود الإيرانية الباكستانية على صدى ضوي انفجار استهدف عددا من قادة قوات الحرس الثوري الإيراني،
كان من بينهم مساعد قائد القوة البرية للحرس العميد نور علي ششتري. بتوجه إيران اتهام قاسي جدا لبلد عربي. مسؤول سعودي صرح في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية بأن المملكة تتابع باستياء واستهجان شديدين التصريحات العدائية المتكررة الصادرة عن عدد من المسؤولين الإيرانيين والرموز السياسية والإعلامية بشأن مملكة البحرين.